أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوجود مشاركة واسعة من الإعلاميين والفنانين خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء. وأضاف رئيس الوزراء أن الإعلاميين والفنانين هم قوة مصر الناعمة، مؤكدا على ضرورة تعريف الشباب الجدد بأهمية سيناء لمصر وأنها أمن قومي. احنا رؤيتنا لشمال سيناء زي ما قلت لحضراتكم انها هتكون مركز كبير جدا لمصر، مركز عمراني وصناعي وتجاري وزراعي وسياحي، وبالتالي هيبقى حريصين كل الحرص على اعطاء كل الحوافز الممكنه علشان نشجع الاستثمار وعشان نخدم اهالي شمال سيناء، وهنبقى في قروض بشروط ميسره لكل واحد من اهالي شمال سيناء اللي هيبقى ناوي ان هو يعمل هذه المشروعات. زي ما قلت لحضراتكم الأولوية لتنفيذ كل المشروعات اللي بنتكلم عليها هي شركات أهالي شمال سيناء، هم اللي هيكونوا الأولوية الكاملة لتنفيذ كل هذه المشروعات عشان الخير كله يبقى أنتوا اللي بتستفيدوا منه جنبا إلى جنب مع كل المصريين. كل ده مهم جدا لأن من غير كل الشغل ده هتظل سيناء مطمع لكل حد إنه يفكر لأي أحلام أو أفكار انه يستغل هذه المنطقة اللي بيعتبرها منطقة فاضية، وان ازاي ممكن ان احنا نحقق عليها اي شيء. انا بقولها لينا كلنا لان جايز احنا اجيالنا عارفة قيمة هذه المنطقة، لكن يمكن الاجيال الشابة لما عصرتش ممكن ما تبقاش عارفة قيمة هذا الكلام. وانا شايف طبعا جزء كبير من قوة مصر الناعمة قاعدة معانا، الفنانين الجمال اللي عملوا لنا مسلسلات وافلام على اهمية هذا المكان، الاعلاميين والصحفيين، واعتقد ده دور مهم جدا ان احنا نستمر الفترة الجاية عشان الشباب الصغير اللي عنده 15 و20 سنة اللي جايز ما حسش ولا عرف باهمية هذا المكان يظل يشعر ان هذه الرقعة من الارض كلنا نموت عليها ومفيش ذرة رملة تتاخد منها.